نبي ذكر في القرآن ومختلف عليه في معظم المصادر، مختلف على هويته وعلى نسبه وشخصيته وزمنه ومكان قبره، لدرجة انه كمان مختلف على نبوءته. والاغرب كمان ان في مصادر بتقول ان النبي ده هو نفسه بوذا. قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واتمنى انكم تساعدوا في انتشار الحكاية. في نص القرن العشرين خرج كتاب اسمه بوذا الأكبر، حياته وفلسفته. وبيقول مؤلف الكتاب، وبالمناسبة هو عالم كبير اسمه حامد عبد القادر، بيقول ان النبي ذو الكفل المذكور في القرآن الكريم في سورة صاد وسورة الأنبياء هو نفسه بوذا، وبيدلل على كلامه بمجموعة من المعطيات اللي ليها حيثية من وجهة نظره، زي ان بوذا عاش قبل 2500 سنة، يعني قبل ميلاد السيد المسيح بيجي 500 سنة، وهي تقريبا نفس الفترة اللي يقال ان ذو الكفل اللي كان بيعيش فيه. وان بوذا كان امير على بلد صغيرة موجودة على حدود الهند الشمالية واسمها كابيلا وست، وان كلمة كابيلا دي لو ترجمتها للعربية او يعني لو عربتها هيبقى معناها الكفل. نقطة كمان بيذكرها الدكتور حامد، وهي ان شجرة التين المذكورة في سورة التين ما هي الا اشارة لبوذا، لان بوذا اللي اتلقب بلقب المستنير حقق الاستنارة تحت شجرة التين، والاستنارة هي ان الانسان يصبح بوذا، يعني يحقق اقصى نمو الإمكانيات البشرية. وبالمناسبة بيأكد المؤلف ان ده مش رأيه لوحده، وانه رأي لعدد من العلماء الكبار، ومنهم البيروني العالم المسلم واللي ذكر الكلام ده في كتاباته، وقال ان بوذا نبي. طيب ده رأي، لكن هل هو ده الرأي السائد اللي يخص سيدنا ذو الكفل؟ زي ما قلت لك في البداية ان سيدنا ذو الكفل من الشخصيات المختلف عليه عند كتير من العلماء والمفسرين اللي تناولوا سيرته. في البداية خالص اختلف العلماء حوالين ما اذا كان نبي ولا رجل صالح، لكن رغم ان الرأيين ليهم عدد كبير من المؤيدين الا ان الرأي السائد بيرجح انه نبي. واصحاب الرأي ده بيدللوا على كلامهم بان ربنا لما ذكروا في القرآن الكريم في المرتين ذكروا مع اكتر من نبي تاني، ده غير انه اتذكر في الصورة اللي بتتسمى بصورة الانبياء، وده بيأكد نبوءته. ومن اشهر اصحاب الرأي ده ابن كثير والرازي، لكن اصحاب الرأي المخالف واللي بينفوا كونه نبي بيقولوا انه كان رجل صالح وحاكم عادل من بني اسرائيل، وانه تكفل لقومه بانه يكفيهم امرهم ويحكم بينهم بالعدل فتسمى بذي الكفل. واصحاب الرأي ده بيستدلوا على رأيهم من نفس الايات، وبيقولوا ان القرآن الكريم في نفس الايات ما ذكرش الأنبياء اللي ذكرهم بصفتهم أنبياء، لكنه ذكرهم مرة كصابرين ومرة قال إنهم من الأخيار. وبالمناسبة ده رأي موقع الفتاوي الإسلامية، ولازم في البداية وإحنا بنتكلم عن ذي الكفل نوضح إنه شخصية مختلفة عن الكفل اللي جا ذكره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي بيقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله لآخر الحديث الشريف. وبيقال إنه ذي الكفل ده صفة مش اسم النبي، وإنه تسمى بالاسم ده لأنه كفل 70 النبي كانوا هربانين من ملك ظالم عايز يقتلهم وهو اللي حماهم منه. وفي بعض الروايات يقال انه تكفل للملك الوثني كنعان العماليقي بدخول الجنة اذا ترك عبادة الاصنام وعبد ربنا سبحانه وتعالى. وفي روايات تانية كتير بخصوص نفس الموضوع هنذكرها واحنا بنتكلم. طيب اذا كان ذو الكفل ده صفة، امال يبقى مين سيدنا ذو الكفل ومين قومه؟ الحقيقة انك لما تبحث علشان تعرف مين هو نبي الله ذو الكفل مش هتقدر توصل لنتيجة تكون متيقن منها 100%، وده لعدة أسباب. أولها إن القرآن الكريم ما تكلمش عنه ولا عن قصته لا من قريب ولا من بعيد، فقط اكتفى بذكر اسمه مع عدد من الأنبياء ووصفهم بأنهم من الأخيار الصابرين. كمان لا التوراة ولا الإنجيل اتكلموا عنه، لكن في بعض الآراء بتقول إنه فعلا اتذكر في التوراة ولكن مش باسم ذو الكفل، ولكن اتذكر على إنه نبي من اتنين، يا إما حسقيل اللي بعث في العراق أو في دمشق حسب بعض المصادر، يا إما ليا واللي احنا عارفينه باسم النبي الياس واللي بيرجع نسبه لسيدنا هارون. وده بالنسبة للقرآن والتوراة والانجيل. اما المفسرين والعلماء فليهم اكتر من رأي، البعض اكد على انه ابن سيدنا ايوب واسمه الحقيقي بشر، وانه بعث لاهل الروم بعد وفاة والده سيدنا ايوب. واصحاب الرأي ده انقسموا لقسمين هم كمان، قسم قال انه تسمى ذو الكفل لانه تكفل ببعض الطاعات فكان بيصلي اكتر من 100 مرة في اليوم، اما القسم الثاني فسيطر على رأيه شيء من الأساطير.
وقالوا ان قومه امنوا به لكنهم امتنعوا عن الجهاد لحبهم للحياة، فطلبوا منه انه يدعي ربنا يطول في اعمارهم علشان يعبدوه اكتر ويجاهدوا في سبيله، وانه فعلا اتكفل بتحقيق رغبتهم ودعالهم، واصبحوا ما بيموتوش الا اذا هم ارادوا الموت، لكنهم لما تكسروا ما كانوش بيموتوا، دقت عليهم الارض واصبحت عيشتهم صعبة، فطلبوا من بشر انه يدعي لهم ربنا من جديد، لكن المرة دي علشان يرد لهم اعمارهم الاولى ورجعوا تاني يموتوا في اعمارهم الحقيقية. طيب هو لو مش بشر ابن سيدنا ايوب هيبقى مين؟ في بعض المصادر قالت ان يبقى يوشع بن نون، وبعضها قال ان هو نفسه سيدنا زكريا، لكن مصادر تانية قالت انه يبقى النبي اللي بعث بعد سيدنا اليسع ولنفس قومه، وتسمى بذو الكفل لانه تكفل لسيدنا اليسع انه يصوم بالنهار ويحكم بين الناس بالعدل ويقوم بالليل ولا يغضب. واصحاب الرأي ده عندهم قصة برضو زي قصة اللي قالوا انه ابن سيدنا ايوب، لكن قصتهم مختلفة، وبتقول انه لما سيدنا ذو الكفل تكفل لسيدنا اليسع انه هيعمل زي ما هو طلب، هنا الشيطان او ابليس حاول يخليه ينقض عهده وقرر انه يوصله لمرحلة الغضب. وبتقول القصة ان ابليس راح لذو الكفل على هيئة شيخ عجوز فقير، وكان ذو الكفل هينام، والمعروف انه ما كانش بينام، كان بياخد فترة قيلولة صغيرة لانه كان بيحكم بين الناس بالنهار وبيقوم الليل كله. وقال ابليس لذو الكفل ان قومه ظلموه، وقعد يحكي ويطول في الحكي. هنا ذو الكفل لقى ان وقت نومه عدى، فقال له طيب قوم روح وبالنهار تعالى لي المجلس وهجيب لك حق. ومشى ابليس لكنه ما قابلوش في المجلس زي ما اتفقوا، وراح له البيت تاني يوم ومنعه من القيلولة لتاني مرة، وفضل على الحال ده 3 ايام، وكانت خطته انه لما يمنعه من النوم هيغضب وبكده مش هيعرف يحكم بالعدل بين الناس. لكن في النهاية عرفوا ذو الكفل وقال له انت عدو الله ابليس، فقال له ابليس ايوه وانت تعبتني علشان اغضبك وما حصلش. ومن هنا اتسمى ذو الكفل لانه تكفل باللي وعد بيه لإلياسع. على العموم اتفقت النسبة الاكبر من المصادر على ان ذو الكفل واحد من انبياء بني اسرائيل، وان الفترة اللي ارسل فيها كانت الفترة اللي ما بين سيدنا سليمان ابن داود وسيدنا عيسى عليهم السلام اجمعين. اما عن وفاته فالمصادر بتقول انه توفى عن 75 سنة وفي بعضها 95، وانه له كذا مقام في اكتر من دولة، والمقامات دي بتزورها الناس على انه مدفون فيها، يعني هتلاقي له مقام في بلدة الكفل بالعراق ما بين الكوفة وبابل، ومقام في جبل قصيون في الشام، ومقام في بلدة كفل حارس في فلسطين، ومقام في مدينة درزفول في ايران، لكن مفيش اي دليل على انه مدفون في اي مدفن من دول. بس كده، يا رب ما كنش طولت عليكم واكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم اخوكم ناصر حكاية، السلام عليكم. شكرا لكل حد وصل للدقيقة دي وعمل لايك وكتب تعليق حلو وداس كمان على زرار الشير. عندي لكم طلب صغير قد كده، قناة اليوتيوب اخدت بلاغات كتير ومعرضة انها تتقفل في اي وقت، فبعد اذنكم هسيب لكم لينك في التعليقات لقناة جديدة احتياطي عملناها اسمها حكايات ناصر، هننزل عليها حكايات الفترة اللي جاية بإذن الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك هناك وتشيروها لكل اصحابكم.